مساء الخير، كل سنة وانتم طيبين. عايز كده تسلم على اللي جنبك وقول له كل سنة وانت طيب، ورحب بيه في بيت ربنا، وقول له بالذات يعني لو ما تعرفوش: مبارك الملك الآتي باسم الرب. كل سنة وانت طيب. لف اللي في ظهرك بقى واعمل كده معاه، قول له: مبارك الملك الآتي باسم الرب. خلونا نعيد على بعض واحنا جايين نتقابل مع ملك قدير، رب فوق كل اسم، فوق كل رياسة، يستاهل كل الكرامة وكل المجد والسلطان. تعالوا في اللحظات دي ابتدي ارفع قلبك، كله عايزين نشوفك الإله اللي بنختار نباركه كملك. الكائن والذي كان والذي يأتي، ليك كل كرامة في وسطينا، ليك كل مجد. نختار عننا تتمدي من مجدك، قابلنا بيك وانت في وسطينا ملك متوج، ما يتشافش غيرك، ما يتشافش حد معاك. عينينا على شخصك، عينينا على شخصك. نختار نعبدك، مستحق يا سيد. حينما أدنو من قدسك، حين أنظر جمالك، تصبح كل الأشياء ظلالا في نورك. حينما أسر قلبك أخضع مشيئتي لك، تصبح كل الأشياء ما أسر قلبك.
والجموع الذين تقدموا والذين تبعوا كانوا يصرخون قائلون: أصنى لابن داود، مبارك الآتي باسم الرب، أصنى في الأعالي. ولما دخل أورشليم ارتجت المدينة كلها قائلة: من هذا؟ من هذا الإله اللي الألوف والربوات بتخدمه؟ تيجي قدامه وتنحني، تكتو باسمه كل ركبة من في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض. ليس مثلك، ليس مثلك، مستحق الكرامة، مستحق المجد، مبارك الآتي باسم الرب. فقالت الجموع: هذا يسوع النبي الذي من ناصرة الجليل. هو يسوع اللي ملوش زي، اللي ما الناس تشوفه داخل في مكان تقف قدامه كده وتقول: من هذا؟ مين ده؟ مين ده اللي الناس تقف وتغني وتهلل وتفرش ثيابها وسعف النخيل وتنادي: مبارك الآتي باسم الرب؟ بنباركك كل الكرامة وكل المجد لشخصك وحدك، متوج في وسطنا بالمجد وبالجلال. كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك يا يسوع، كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك يا يسوع، مستحق يا يسوع، مستحق يا يسوع، كل المجد والسلطان في السماء وعلى أرضنا، مستحق يا يسوع، كل المجد والسلطان في السماء رب الجنود هو مالك المجد، من هو هذا مالك؟
مالك المجد، رب الجنود هو مالك المجد. من هو هذا مالك المجد؟ يسوع المسيح هو مالكنا. من هو هذا مالك المجد؟ رب الجنود هو مالك المجد. من هو هذا مالك المجد؟ يسوع المسيح هو مالكنا. نقدم المجد لساكن السماء ونسبح الحمد للملك اللي في وسطنا. نقدم المجد لساكن السماء ونسبح الحمد لمن في وسطنا. الرب هو الله هو صنعنا ونحن شعبه وغنم مرعاه. الرب هو الله هو صنعنا ونحن شعبه. لنعبد الرب بالفرح والحمد، لنعبد الرب بالفرح والحمد، ولنهتف له والنرفع إليه. لنعبد الرب بالفرح والحمد، ولنهتف له والنرفع إليه. الرب هو الله هو صنعنا ونحن شعبه وغنم مرعاه. الرب هو الله هو صنعنا ونحن شعبه وغنم مرعاه. نقدم ليك المجد، نهديك الكرامة. شجعنا تعالوا كل اتنين ابتدي قدم ليه المجد. قول له انت في وسطينا رب المجد، انت في وسطينا العالي والمرتفع، انت في وسطينا السيد اللي بنغني بخلاصه. مبارك الآتي باسم الرب الإله، مبارك الإله اللي نقف قدامه ونغني أصنى أصنى خلصنا وارحمنا. انت الوحيد اللي عندك الخلاص، انت اللي منك وبيك وليك كل الأشياء. مبارك اسمك، مبارك اسمك. بنبارك اسمك، بنختار نهديك المجد كل الكرامة، لأنك مستحق وحدك، مستحق يا سيدي. كل المجد كل الكرامة لملك المجد. ليسوع
يخلصنا ليك كل الكرامة ليك كل المجد يا مالكي يا مالكي يا مالكي من جيل لجيل يملكو والكل سيخضع للآلف والياء الكائن للأبد ونعلمك دكا نفتخر بك ونفتخر
رب الأرباب. هللويا ليك كل مجد ليك كل الكرامة يا يسوع. فضلوا استريحوا، هنسمع لشاعر موجود معمول مخصوص للاحتفال بتاع حد الزعف. مساء الخير، كل سنة وانتم طيبين. المسيح نادى على الميت بكلمة رجعت له الحياة، وضد قوانين الطبيعة مشي على المياه. ولما نفس البحر هاج بكلمة برضو قال له ابكم، فصار هدوء. وبحتة الطين صنع للأعمى عيون، وبجوة واحدة أشبع ألوف، واللي جوه القلوب شاف وغفر للناس الخطية. ومين أصلا يغفر الخطية للناس غير الله؟ ولسه في ناس تقولك حاشا لله يكون بشر. أمال اللي عمل ده كله أصلا كان إنسان ولا بشر؟ يسوع المسيح هو الله. المسيح مع أنه ملك الملوك جه يدور على الضال واللي تايه واللي هالك، يدور على البعيد واللي ضايع. ولما دخل أورشليم اختار يدخل متواضع، كان عالي صوت الهتاف والأرض كانت مفروشة بالزعوف، بس ما خدعهوش صوت الهتاف. بكى على أورشليم، بكى على الخراف، كان نفسه في حضنه يضمهم، كان نفسه حواليه يلمهم، لكنه كان عارف وبكرة كان شايف. نفس الناس اللي كانت عايزة تشيله على الكتاف، نفس الناس اللي صرخت تعمله ملك، اتقلبت صرخت لازم يتهلك أسلوبه. لو نطق الشجر واتكلم كل حجر، ايه اللي جرالكوا يا بشر؟ كم مرة انا خليتك على حياتي ملك، وحطيتك على راسي تاج، وعند اول خطر بعتك لما البحر هاج. الصراحة انا ماشي معاك بالمزاج، تديني امشي وراك، تأكلني امشي وراك، تشفيني امشي وراك. بس لما يجي الجنود بتحول وبرجع زي ما كنت في الأول واتبعك من بعيد. ولما الأمور تعدي الحدود بصرخ بعلو الصوت، أنا معرفهوش. بتخض من نفسي واسألها، أنا حقيقي ولا مخشوش؟ أنا أعرفه ولا معرفهوش؟ جوايا 100 فكرة بقيت مدوش، وتيجي الإجابة بنظرة ليها بدال المعنى 100، تغرقني بحب وتقولي عارف، عشان انت تعيش انا لازم اموت، وعشان انت تعدي انا لازم قدامك افوت، انا مكمل مشواري للصليب. المسيح من يوم ما اتولد لليوم اللي مات فيه مصلوب، اختار يكون ملك بس على القلوب، ملك من غير مملكة، ملك من غير عبيد، لكنه في اختياره دفع بدمه ثمن الخطية والذنوب. حتى لو بعض الناس شافوا الوضع بالمقلوب، انه مات مغلوب، وما يعرفوش انه بموته الموت بات مغلوب. اخويا اختي، النهاردة اعرف حقك في ابوك، وياك تعيش مسلوب. كل سنة وطيب. تعالوا نقف واحنا بنقول كده، الاله يرى بجماله، والكنيسة بتختار تمشي ورا حد مش بتهلل وبس، لكن احنا عارفين مين هو الهنا واحنا شعبه. لما شعب المسيح يرنم لاسم يسوع العظيم، السماء ارفع ببنها وتشاركنا بالدا. لما شعب المسيح يرنم لاسم يسوع العظيم، السماء ترفع ببنها وتشاركنا بالترانيم. والإله يرى كماله، والكنيسة مرنمانه. مستحق المجد.
العبادة والسجود مستحق المجد وحدك والعبادة والسجود يا مرتب الموكب أعياد ومبينة بالصليب ملك بالكون في البلاد ربنا الحبيب يا مرتب الموكب أعياد ومبينة بالصليب ملك بالكون في البلاد لما شعب المسيح لما شعب المسيح يرنم لاسم يسوع العظيم السلام يربع ببنا وتشاركنا والمقيد والسجين والمقيد والسجين واللي مقصور من سنين المقيد تفضلوا استريحوا وخلونا نسمع كلمة الرب على لسان حضرة القسيس سامح حنا. كل سنة وانتم طيبين. يعني في التسبيح تسقيف وصوتكم عالي وأقول كل سنة وانتم طيبين، صوتكم ليه واطي كده؟ تكسف ولا ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. ليني اقرا معاكم من انجيل لوقا اصحاح 19 وايات من عدد 28. انتوا عارفين في مناسبات كده زي الاسبوع اللي احنا فيه، احنا مش بنختار الوعظه، الوعظه هي محطوطه في المناسبات دي. احنا مش بنقول وعظات معينه لكن بنقول الحدث اللي احنا بنحتفل حواليه. هقرا من عدد 28. ولما قال هذا تقدم صاعدا الى اورشليم، وإذ قرب من بيت فاجي وبيت عنيا عند الجبل الذي يدعى جبل الزيتون أرسل اثنين من تلاميذه قائلا: اذهبا إلى القرية التي أمامكما، وحين تدخلانها تجدان جحشا مربوطا لم يجلس عليه أحد من الناس قط، فحلاه وأتيا به. وإن سألكما أحد لماذا تحلانه فقولوا له هكذا أن الرب محتاج إليه. فمضى المرسلان ووجد كما قال لهما، وفيما هما يحلان الجحش قال لهما أصحابه: لماذا تحلان الجحش؟ فقال الرب محتاج إليه. وأتي به إلى يسوع وطرح ثيابهم على الجحش وأركب يسوع، وفيما هو سائر فرشوا ثيابهم في الطريق. ولما قرب عند منحدر جبل الزيتون ابتدأ كل جمهور التلاميذ يفرحون ويسبحون الله بصوت عظيم لأجل جميع القوات التي نظروا، قائلين: مبارك الملك الآتي باسم الرب، سلام في السماء ومجد في الأعالي. وأما بعض الفريسيين الجمع فقالوا له: يا معلم انتهر تلاميذك. فأجاب وقال لهم: أقول لكم إنه إن سكت هؤلاء فالحجارة تصرخ.
وفيما هو يقترب نظر إلى المدينة وبكى عليها قائلا: إنك لو علمت أنت أيضا حتى في يومك هذا ما هو لسلامك، ولكن الآن قد أخفي عن عينيك، فإنه ستأتي أيام ويحيط بك أعداؤك بمطرسة ويحدقون بك ويحاصرونك من كل جهة، ويهدمونك وبنيك فيك، ولا يتركون فيك حجر على حجر، لأنك لم تعرفي زمان افتقادك. ولما دخل الهيكل ابتدأ يخرج الذين كانوا يبيعون ويشترون فيه، قائلا لهم: مكتوب أن بيتي بيت الصلاة وأنتم جعلتموه مغارة لصوص. وكان يعلم كل يوم في الهيكل، وكان رؤساء الكهنة والكتبة مع وجوه الشعب يطلبون أن يهلكوا، ولم يجدوا ما يفعلون، لأن الشعب كله كان متعلقا به يسمع منه. غمض عينك كده وقول: يا رب كلمني النهاردة، إيه الرسالة اللي في قلبك ليا النهاردة؟ احنا بنشكرك جدا يا رب، جايين نحتفل بيك الملك، جايين نحتفل بيك الرب النهاردة. كلمنا رب، كلمنا، ادينا نعمة الليلة دي، ودي لكلامك سلطان على حياتنا رب. فرح قلوبنا، نعيد يا رب بالحق النهاردة، نعيد بالحق، مش انفعالات ولا مشاعر يا رب، لكن نعيد لك يا سيدنا الرب النهاردة، ليك كل المجد، آمين. النهاردة الصبح اللي كان موجود في الخدمة أو شافها على التلفزيون، كان الدكتور ماهر بيتكلم عن يسوع الملك الذي ولد ملكا وعاش ملكا وحكم كملك ومات كملك وقام كملك وسيأتي ثانية كملك الملوك ورب الأرباب. فإعلان رهيب رهيب وجميل جدا عبر صفحات الكتاب، عبر صفحات العهد الجديد، أن يسوع هو الملك. النهاردة أنا مشغول أتكلم معكم عن تطبيقات عملية لدخول يسوع الانتصاري إلى أورشليم. إحنا بنعيد، وأنا هقف عند محطات في الجزء الكبير اللي قريته دون من 28 ل 44، هقف عند 3 أو 4 أو 5 على حسب الوقت زي ما ربنا يدينا، محطات عملية لحياتنا. احنا بنعيد، ومن اول ما بدأت معاكم قلت كل سنة وانتوا طيبين، وانتوا رديتوا كده بصوت بطيء وانت طيب، وبعدين قلتها تاني فقلت بصوت عالي. كل ما نشوف حد نقول له كل سنة وانت طيب. عيد، وانا عايز اقف عند العيد دون. لماذا اتى يسوع؟ كلنا عارفين المسيح جه ليخلص العالم، اكيد، لكن في رسالة في مجيء المسيح، رسالة فرح. المسيح عايزنا نعيد بجد، عايز يفرح قلوبنا بجد، عايز العيد يبقى عيد. عارفين الشعب في القديم كان تحت الاستبداد والقهر والظلم والاكتئاب من الرومان، كانوا متبهدلين، عندهم مشاكل اقتصادية وعندهم مشاكل سياسية وعندهم ظلم اجتماعي، مفيش عدالة اجتماعية، كانوا متبهدلين وكانوا منتظرين، وكل سنة يروحوا العيد من عيد المظال لعيد الفصح، نفسهم يفرحوا. بس العيد ده بالذات في الحادثة دي في الوقت ده، العيد أصبح عيد. وده اللي بيعمل الفرق في العيد. صاحب العيد مش المناسبة، مش التاريخ، مش الشعائر الدينية هي اللي بتعمل العيد. صاحب العيد هو اللي بيخلي العيد عيد. صاحب العيد هو اللي بيخلي الفرح فرح. الشعب كان تحت ظلم شديد، وقت مظلم جدا في تاريخ شعب الله. انتظروا النبوة اللي موجودة في زكريا 9:9: ابتهجي جدا واهتفي، وذا ملكك يأتي إليك. مجاش، بس في اليوم ده في المناسبة دي تحققت نبوة زكريا حرفيا. ونبوة زكريا بتتكلم عن مجيئه الأول ومجيئه الثاني أيضا. ففي مجيئه الأول دخل إلى أورشليم راكبا على جحش ابن أتان في العيد، وهتفت الناس وفرحت الناس. ودي الرسالة الأولى أو الدرس الأول اللي عايز أقف عنده شوية، اللي في قلب ربنا للإنسان فرح. ربنا عايز يفرح شعبه. عشان كده ما تقرأ في العهد القديم أعياد كتيرة قوي عندهم. ليه ربنا كان بيعمل العيد؟ ربنا عايز الشعب يفرح، ربنا عايزنا نعيد، بس ربنا عايزنا نفرح فرح حقيقي. ناس كتيرة مش بتفرح فرح حقيقي، ناس كتيرة بتفرح بحصولها على الأشياء، ناس كتيرة بتفرح بسماعها الأخبار، بس بمجرد أن الأشياء دي حصلت عليها الفرح بيجرى له إيه بعد شوية؟ بيختفي. وبعد ما بسمع أخبار مفرحة جدا وافرح، أصبحت الأخبار دي إيه؟ تاريخ. الفرح بتاع الأرض لا يدوم، الفرح اللي مش معتمد على مصدر الفرح لا يدوم. صدقني
بقولها لك كده تبقى مستني حاجة عشان تفرح. الفرح المرتبط بالأشياء بالأشخاص بالأخبار لا يدوم، لكن الفرح المرتبط بالرب فرح يدوم يدوم. فقلب ربنا ليك تفرح. والدرس اللي عايزين نتعلمه مع بعض النهاردة، نفرح بالرب مش نفرح بالأشياء، مش بنفرح بالأخبار، مش نفرح بعطايا الرب، مش بنفرح بالمناسبة، لا، احنا بنفرح بالرب. ناس كتيرة مستنية العيد عشان تفرح، مع ان الدعوة الإلهية ان كل يوم في حياتنا عيد. يقول الكتاب كده، يقول بولس في فيليبي افرحوا في الرب كل حين. ما قالش افرحوا في الإنجازات، ما قالش افرحوا في الظهورات، ما قالش افرحوا في الأخبار الكويسة، قال افرحوا فين؟ في الرب. والشعب بالنسبة له هتف وتاف غير عادي، وسعف النخل ورموا هدومهم، كانوا فرحانين من قلبهم جدا، لأن صاحب العيد رب العيد موجود، مصدر الفرح موجود. وعايز أقولها لك النهاردة، لو رب العيد مش في قلبك، لو مش ده مصدر فرحك، مش هتعرف تفرح. وفرحك دايما مؤقت ووقتي وبيزول، لكن المسيح أتى ليفرح القلوب. المسيح أتى عشان يخلي العيد عيد، مش مناسبة، مش عائر دينية بنعملها، مش حاجة جميلة بنسمعها. المسيح أتى ليجعل العيد عيد. رب العيد هو مصدر العيد وهو مصدر الفرح. مش كده النهاردة لو رابط فرحك وسعادتك بأشياء، أرجوك النهاردة افهم، لا فرح خارج دائرة المسيح، لا فرح خارج دائرة المسيح. بولس الرسول في فيليبي 4:4 هو بيقول افرحوا في الرب كل حين. لو تقرأ الموقف والرسالة دي اتكتبت ازاي والظروف اللي اكتاز فيها بولس الرسول، حاجة لا تدعو للفرح مطلقا، لكن اكتر من 14 مرة يتكلم عن الفرح، اكتر من 14 مرة يقول فرح، انا فرحان انا فرحان انا فرحان، افرحوا بالرب كل مشقات الكلمة. مع انك مسجون، مع انك مربوط بعساكر، مع ان الناس بتغير عليك، مع انك كل حاجات في حياتك متلخبطة، انت فرحان. اصلا انا فرحي مش معتمد على ظروفي، انا فرحي معتمد على مين؟ عليه. مش كده؟ انا فرحان، ده اللي يعمل الفرق. افرح في الرب. أتى يسوع ودخل أورشليم ليجعل العيد عيد، ليصنع من العيد فرحة حقيقية. إحنا يا جماعة إيماننا في شخص، رجائنا في شخص، سلامنا في شخص، وفرحنا في شخص. فرح التلاميذ إذ رأوا الرب. رؤية الرب تفرح. وعش كده يلي بتدور على الفرح، يلي نفسك تفرح، يا مكتئب يا حزين، مفيش فرح خارج دائرة المسيح. مش كده يقول ان هو جاي يدي دهن فرح، دهن فرح عوضا عن النوح. جاي يدي فرح، هو جاي يدي فرح. وفي وسط الشعب الحزين المتألم المقهور المظلوم اللي بيعاني اقتصاديا وبيعاني سياسيا، أتى إليهم يسوع وتحول الحزن والنوح والانكسار والمزلة اللي فيهم إلى هتاف وإلى فرح. دخل صاحب العيد، دخل رب العيد. مش كده أدعوك النهاردة، الحاجة الأساسية اللي نتعلمها من دخول يسوع الانتصاري، لا تبني فرحك على الأشياء ولا الأخبار ولا الظروف، ابني فرحك على صاحب العيد، على يسوع. هو اللي فرح، هو ده اللي بيفرح بجد، والفرح بتاعه بيدوم. تعرفين احنا عبادتنا هي عبادة فرح. احنا بنيجي في الكنيسة طبعا الناس بتستعجب على قصر الدبارة، بتزغرط وبنسقف وفرحانين قوي، اصل هي العبادة فرح، فرحانين لانه موجود في الوسط. تلاميذ فرحوا لما رأوا الرب، واحنا فرحانين لانه موجود في وسطنا ونراه بعيون الايمان. احنا فرحانين وبنهتف للرب. الهنا مش اله نكد ولا حزن ولا اكتئاب، الهنا اله افراح، افراح. وفي ارساليه المسيح في اشعياء 61 وهو بيتكلم بيقول روح السيد الرب علي لانه مسحني لابشر المساكين. تقرا بقيه الجزء ده، يقول داني ادي دهن فرح وروح تسبيح ورداء تسبيح بدلا عن الروح اليائسه. الهنا اله يفرح القلب. انت عارف احنا في ناس مش بتعرف تفرح علشان حياتها مرتبطه بالارضيات. اللي بيعرفوا يفرحوا اللي حياتهم مرتبطة بالسماويات، بيعرفوا يفرحوا، بيعرفوا يفرحوا هنا وبيعرفوا يفرحوا هناك. المشهد اللي شفناه في دخول يسوع الانتصاري إلى أورشليم، بالرغم أن الناس اللي هتفت دي خطاة، بالرغم أن الناس دي تحولت بعد شوية وقالت اصلبوا اصلبوا، في مجموعة تانية من الناس، وأتمنى تكون أنت واحد منها،
هتهتف الهتاف دون. في سفر الرؤيا يتكلم عنهم في رؤيا أصحاح 7 ومن عدد 9 يوحنا الرائي هو بيحكي المشهد والمنظر ده، بيقول بعد هذا نظرت إذ جمع كثير لم يستطع أحد أن يعده من كل الأمم والقبائل والشعوب والألسنة، كل الناس من كل الأمم والشعوب والألسنة والقبائل واقفون أمام العرش وأمام الخروف متسربلين بثيابا بيض وفي أيديهم صعف الإيه؟ النخل. نفس المشهد، المشهد الأولاني جاء يسوع وفرح الشعب، في المشهد الثاني ونحن هناك معه هنعمل إيه؟ هنفرح وهنهتف لي وهنمسك برضو صعف النخل، وهم يصرخون بصوت عظيم قائلين الخلاص لإلهنا الجالس على العرش وللخروف. وجميع الملائكة كانوا واقفين حول العرش والشيوخ والحيوانات الأربعة وخروا أمام العرش على وجوههم وسجدوا لله قائلين أمين، البركة والمجد والحكمة والشكر والكرامة والقدرة والقوة لإلهنا إلى أبد الآبدين أمين. وأجاب واحد من الشيوخ قائلا لي هؤلاء المتسربلون بالثياب البيض من هم ومن أين أتوا؟ مين الناس دي؟ مين الناس دي اللي بتهتف؟ مين ده الناس اللي ماسكه سعف النخل وعماله تهدف تقول الخلاص والبركه والقدره ولا مين الناس دي اللي بتغني الاغنيه دي؟ مين الناس اللي بترنم الترنيمه دي؟ دي الناس اللي رنمتها واتغسلت بدم المسيح، اللي رنمتها على الارض واتغسلت بدم المسيح بترنمها ايضا هناك. فقلت له يا سيد انت تعلم، فقال لي هؤلاء هم الذين اتوا من الضيقه العظيمه وقد غسلوا ثيابهم وبيضوا ثيابهم في دم الخروف، من أجل ذلك هم أمام عرش الله ويخدمون نهارا وليلا في هيكلك، والجالس على الحرش يحل فوقهم، لن يجوعوا بعد ولن يعطشوا بعد ولا تقع عليهم الشمس ولا شيء من الحر، لأن الخروف الذي في وسط العرش يرعاهم ويقتادهم إلى ينابيع ماء حية ويمسح الله كل دمعة من عيونهم. مشهد اللي حصل في التاريخ حرفيا مع شعب لا يعرف الله، مع شعب ما كانش قابل المسيح ولا مصدق المسيح، منتظر ملك يملك أرضيا، هتف في حضوره الأول هتف الشعب، لكن هناك أيضا سنهتف له وهنمسك سعف النخل ونقول الأغنية والترنيمة الجميلة دي وهو هيكون وسطينا. بس مش أي حد هيقول دي، الذين غسلوا ثيابهم وبيضوا ثيابهم في دم الخروف، اللي قبل المسيح مخلص شخصي، اللي اتغسل بدم المسيح هيهتف وهيغني وهيرنم وهيسقف وهيزغرط وهيعمل كل ده وهو هناك معه أيضا. دعوة إلى الفرح. فرح بدون المسيح مش فرح، الفرح مع المسيح فرح دائم. نقطة تانية اللي عايز أتكلم عنها أو الدرس التاني، مش بس جاي يدي فرح لكن جاي يدي سلام، جاي يدي سلام. طبعا الشروحات والتأملات كتيرة قوي في الجزء ده، بنسمع لماذا ليه المسيح ركب على جحش ابن أتان، لأنه متواضع، تأمل جميل. لكن في الثقافة في الوقت دون كان الملك لما يركب جحش غير لما يركب حصان، الرسالة اللي عايز يقولها في ركوبه على جحش غير الرسالة اللي عايز يقولها في ركوبه على حصان. الملك في الثقافة القديمة في الشعب القديم يفهم كويس قوي ان الملك اللي يروح لمدينة راكب على جحش رايح يقول او يطلب سلام، والملك اللي يروح لمدينة راكب على حصان جاي يطلب الحرب. يسوع ركب على جحش ابن أتان ليطلب السلام، عشان كده بيقول لها، بيقول لهم في زكريا 9 النبوة اللي جت عن المسيح ويتكلم بالسلام لشعبه، وكأن المسيح جاي عايز يقول أنا جاي أتكلم بالسلام إلى هذا العالم المضطرب، أنا جاي أتكلم بالسلام لكل شخص فاقد للسلام، لكل شخص مهموم، لكل شخص قلقان، لكل شخص مضطرب، أنا جاي أتكلم بالسلام. ودي برضو رسالة المسيح، مش بس جاي خلصنا وجاي فرحنا، جاي أتكلم بالسلام إلينا. في مجيئه الأول وفي تغنت الملائكة المجد لله في الأعالي وعلى الأرض سلام وبالناس المسرة. في دخوله أورشليم تنبأ عنه زكريا وقال يتكلم بالسلام إلى شعبه. والمسيح قاله لتلاميذه لما قال لهم أنا ماشي لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع، قال لهم سلامي أترك لكم، سلامي أنا أعطيكم. والتلاميذ هم في العلية خايفين بعد صلب المسيح والقيامة، أتى إليهم يسوع وقال لهم سلام لكم،
النهاردة المسيح جاي يتكلم في العيد بالسلام إلى كل واحد فينا مضطرب، إلى كل واحد قلقان، إلى كل واحد خايف، إلى كل واحد مهموم، إلى كل واحد نفسه يعيش في سلام ويغمض عينه في سلام، إلى كل واحد ضميره مفتقد للسلام وقلبه مفتقد للسلام والهدوء. المسيح اليوم يريد أن يتكلم بالسلام إلى حياتك. وعايز أقول لك أن اختبار السلام ده ما بيجيش كده بالتمنيات، ما بيجيش كده بسماع العظات، انك تسمع وعظ عن السلام فتخرج من الكنيسة ممتلئ بالسلام. كتاب يتكلم عن السلام اللي ربنا بيدهلنا. سلام هو صنعه في الصليب. سلام هو صنعه في الصليب عشان يصالحنا مع ربنا. وبدون السلام ده بيقول كده إذ قد تبررنا بالإيمان لنا سلام مع الله. بداية شعورك بالسلام وتمتعك بالسلام الداخلي بيبدأ أولا بأنك تنال سلام مع الله. دي الحتة الأولانية، إنك تكون بالإيمان قبلت عمل المسيح على الصليب وتم سلام ومصالحة بينك وبين الآب. هذا السلام اللي بيريح ضميرك، الضمائر المتعبة اللي مش مستمتعة بالسلام، راحتها وسلامها بيجي لما بيتغسل بدم المسيح، لما تأتي إلى المسيح معترفا بخطاك، لما تقبل عمل المسيح الفدائي على الصليب من أجلك، بتتم بيحصل بينك وبين سلام. وهذا السلام بينتج سلام داخلي. صالحت مع ربنا وبتتصالح مع نفسك، وبتتصالح مع نفسك وبتتصالح مع الناس، سلسلة متكاملة. بتبدأ إنك تنال سلام الغفران، بتبدأ إنك تنال السلام والتبرير بالإيمان من ربنا. ساعتها تلاقيك بتقبل نفسك وبتغفر لنفسك وبتتصالح مع نفسك، ساعتها بتقدر تتصالح مع الآخرين. بدون هذا السلام لن تستطيع أن تتمتع بالسلام على الأرض. السلام بيأتي بإنك تبدأ أولا بالعلاقة مع المسيح، سواء كنت في الكنيسة وبتحضر الكنيسة وهنتكلم على الموضوع ده بعد شوية، أو قاعد في البيت بتسمع العظة. السلام لا يأتي بسماع العظات، السلام لا يأتي بحضور الكنائس، السلام لا يأتي بالخدمة، السلام يأتي عندما تضع حياتك بين يدي المسيح وتتصالح معه، تتمتع بالسلام. عارفين نيقوديموس كان شخص متدين جدا 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 جدا، بيعمل كل حاجة وبيصلي وبيعشر وبيخدم كل حاجة وبيغسل ايده قبل ما بياكل وبيصوم كل الصيامات، لكن كان شاعر انه دايما في حاجة غلط رغم انه متدين. مش كده راح للمسيح سرا او ليلا، المسيح قال له نيقوديموس ينبغي ان تولد. الحل بتاع ضميرك اللي تعبك، الحل بتاع الحاجة اللي مش مريحاك انك تتولد من فوق، مش الحل انك تتدين، مش الحل انك تعمل حاجات لربنا، مش الحل انك تصوم، الحل انك تتصالح مع ربنا، الحل يا نيقوديموس انك تولد من فوق. التعب اللي جواك اللي بيخليك تجيلي بالليل وتسأل سؤال انت عارف انه ملوش دعوة باحتياجك، دي الإجابة على السؤال ده. سلام بيبدأ مع الله أولا، هو صالحنا في جسده، هو قدم نفسه عشان يعمل المصالحة عشان أنا وإنت نستمتع بالسلام. لكن السلام ده كمان بيجي منين؟ إننا طول الرحلة طول السكة اعتمد على ربنا، اعتمد على ربنا في مسيرة الحياة. بقول تحفظه سالما سالما لأنه عليك توكل. توكل السلام بيجي لما بتعيش حياتك بعد ما قبلته في قلبك مخلص شخصي، انك مكمل السكة معاه، معتمد عليه، مصدق فيه. السلام بيأتي كمان من الوجود في محضر الله، العلاقة الحميمة مع الله، الحياة المكرسة تأتي بالسلام إلى حياتك. فاكرين أساف في مزمور 73 في علاقة جميلة وبيرنم وبيسبح وفرحان ومليان بالسلام، لما خرج من المقادس الإلهية انتزع السلام من قلبه، يقول لولا قليل لزلقت خطواتي لأني غرت من المتكبرين إذ رأيت سلامة الأشرار. شوف أول ما خرج من محضر ربنا اهتز من جواه، فقد سلامه، بيقول للناس الأشرار عندها سلام وأنا ما عندي سلام، ابتدى يغير منهم، ابتدى يشوف اللي عندهم واللي مش عنده. بيقول حتى دخلت إلى مقادس العلي وانتبهت إلى آخرتهم. ربنا وراني
ربنا وراني وامتلأ قلب أساف السلام وقال ترنيمة جميلة جدا في الآخر، الحسن لي الاقتراب إلى الله، من لي في السماء ومعك لا أريد شيء في الأرض. السلام لا يأتي إلا بقبولك للمسيح مخلص شخصي، وإن كنت قبلته ولا تستمتع بالسلام إلى الآن اتكل عليه وارتبط به وإلزق فيه. كلامه يأتي بالسلام إلى قلبك، التصاقك بكلمة الرب. يقول ناموس الرب كامل، أول حاجة عارفين بيعملها إيه؟ يرد النفس، نفس اللي فقدت السلام، النفس المكسورة، النفس المجروحة، أول حاجة تعملها إن كلمة ربنا تغسلك، كلمة ربنا تشجعك، كلمة ربنا تطمنك، فيمتلئ قلبك بالسلام. درس ثالث من دخول المسيح الانتصاري إلى أورشليم، غير المسيح مفاهيم الحياة. هذا الحدث اللي احنا بنعيد فيه، المسيح في دخوله إلى أورشليم غير المفاهيم بأكملها. تعرفين المسيح من بداية الموعظة على الجبل، من بداية الخدمة بتاعته، قلب كل الموازين، قلب كل الموازين المادية، قلب كل الموازين الروحية، غير الفلسفة الأرضية وغير الفلسفة الروحية السائدة في ذلك الوقت. كل تعليمه راديكال مختلفة تماما عن كل اللي الناس عارفاه واللي الناس عايشاه واللي الناس مصدقاه. وجاء المسيح صدم الناس، قال أحبوا أعداءكم، مع أنه هو مش أحبوا أعداءكم ما ينفعش، يعني مش ده الواقع ولا ده الطبيعي ولا ده السائد ولا ده عين بعين ولا سن بسن، مش دي الشريعة بتاعت موسى، مش ده خالص. قال لهم أحبوا أعداءكم، باركوا لعنيكم، يبقى بيلعنك وانت تقول له ايه؟ الرب يباركك، بس من قلبك، مش كده، مش ان انت يعني كأنك بتتهكم عليه، الرب يباركك لانك ضعيف مش عارف تقول له حاجة، لا، الرب يباركك من قلبك. قال كلام صادم غير فيه معتقدات وفلسفة الناس طول الوقت. في دخوله بقى أورشليم، دخول الانتصاري، غير مفهوم العالم ومفهوم القوة ومفهوم الانتصار. يعني ما تقرأ تعليمه غير الحاجات السائدة، لكن في دي غير مفهوم ومعنى كلمة القوة ومعنى كلمة الانتصار. الناس عمالة تهتف ليه، ده يوم الحد، بعد كم يوم هيشوف حاجات ومحتاجات في الصليب، وإهانات وضرب وتريقة ولطم ونتف وبصق، حاجات كتير قوي. احنا بنسميه كده لما تقرأ البايبل المعنون اللي بالكتاب اللي عليه العناوين، يقول لك كده دخول يسوع الانتصاري الى اورشليم، دخول الملك الى اورشليم. ملك ايه وانت هتتصلب وتموت؟ ملك ايه وانت هتتضرب؟ ملك ايه وانت هيبثقوا في وجهك؟ هو ده الانتصار؟ هي دي القوة؟ ده انت ملك ضعيف جدا. أصل مفهوم الناس، مفهوم التاريخ الإنساني عن الانتصار وعن القوة، إن الملك القوي يقهر الملك الضعيف. مفهوم الناس عن الانتصار إن أنا أجيب أخويا لمس أكتاف أجيبه في الأرض أبقى انتصرت. كل التاريخ البشري، كل انتصارات الملوك الأرضية في التاريخ البشري قامت على سفك الدم، قامت على ملك بيروح يحارب مدن وشعوب ويقتل الناس بالسيف وينتصر ويملك ويقهر الناس ويزل الناس. ده الانتصار في رأي العالم، ده السائد، ده القهر، ده الانتصار، دي القوة. ان انا انتصر بالقوة، ان انا انتصر بحد السيف، ان انا انتصر ان انا افرض رأي على الاخرين، ان انا اقدم الناس عني. بس المسيح غير مفهوم القوة الانتصار بانه هو قدم نفسه، انه انتصر بالحب، قدم نفسه فبدد الظلام من حياتي وبدد الظلام من حياة بلايين البشر. قريت في كتاب مش عارف مين، مش قادر افتكر اسم الكاتب، اعتقد ماكس لاكودو، بيقول عمل مقارنة بين نابليون بونابرت وبين المسيح. قال الاثنين عمرهم كانوا في الثلاثينات، نابليون كان في حدود منتصف الثلاثينات من عمره لما مات، والمسيح قعد لغاية 33 سنة وكسور. بيقول نابليون حاول يحقق الامبراطورية بتاعته، حاول يبني مملكة بالقتل وبالقهر وبالجيوش، لم تستمر ولا توجد مملكته إلى الآن. لكن المسيح
لم يحارب ولم يسفك دم إنسان ولم يظلم ولم يصنع أي مما صنع نابليون، ولكن ملكوته ممتد إلى الآن وسيمتد إلى أبد الأبدين، لأنه قدم نفسه ذبيحة وسفك دمه لكي يبني ملكوته في حياة الناس. غير مفهوم القوة، غير مفهوم الانتصار، لأنه قدم نفسه. يا رب الفكرة دي تغسل أذهاننا عن النصرة. النصرة إنك مش تهزم أخوك وتاخد حقك بالقوة، مش دي النصرة. المسيح انتصر بالحب، بأنه قدم نفسه وبذل نفسه فدية عن كثيرين. مش كده احنا موجودين هنا؟ فين بقى ملكوت نابليون؟ فين الامبراطورية بتاعته؟ ما هو قتل وعمل، مش موجودة. السيف لا يبني الممالك، لكن الحب يبني الملكوت. ده اللي عمله المسيح، غير كل المفاهيم. احنا بنحتفل بدخول المسيح الانتصاري، عايز يقول لك ان سر الفرح، سر العيد هو رب العيد، وبدون المسيح مش تقدر تفرح فرح حقيقي. إن سر السلام هو يسوع، وبدون يسوع عمرك ما هتتمتع بالسلام الحقيقي. هتفضل كده زي ما الموجة توديك، وزي ما الريح توديك، زي ما الظروف تعمل فيك يوم فرحان لأنك حصلت على الذي تريد أن تحصل عليه، أو الأخبار اللي محتاج تسمعها، بس بكرة السلام مش موجود. الفرح والسلام يعتمدان عليه. في دخول الانتصاري غير مفاهيم كثيرة جداً، غير مفهوم النصرة، غير مفهوم القوة. اوعى تكون مؤمن عايش بدراعك، بقوتك. اوعى تكون فرض سيطرتك على بيتك وعلى عيالك بصوتك العالي وبالزعيق وبالضرب وبالشتيمة. اوعى تكون كده. المسيح لم يحب العالم بالقوة، لكن العالم أحبه لأنه قدم نفسه. بدد الظلام من حياتي بموته، وبدد الظلام من حياة الكثيرين بالحب. ناس كثيرة بتستخدم القوة في المعاملات في البيت، الزوجة أو الزوج أو الأولاد، عشان أفرض سيطرتي، عشان أفرض رأيي، عشان أفرض أسلوبي، عشان ألوي دراع اللي قدامي لأني أقوى. المسيح لم يفعل هذا، دخل كملك لكنه لم يفرض نفسه، بل قدم نفسه. لم يسفك نقطة دم واحدة ليؤسس ملكوته، لكنه قدم نفسه ليبني الملكوت. قدم المسيح نفسه في هذا الأصحاح ليس كملك فقط، لكن قدم نفسه كالله الإله. ودي حتة لاهوتية مهمة. القصة المعروفة، هو بعت 2 من تلاميذه قال لهم روحوا هاتوا الجحش. فبنقول لأصحاب الجحش إيه؟ الرب محتاج إليه. إعلان عن نفسه، اللي بيقولوا إنه المسيح لم يقل عن نفسه إنه هو الله أو الرب، أدي أول إعلان أهو بيقول. تروحوا تقولوا إيه؟ الرب محتاج إليه. في عدد 41 بيقولوا فيما هو يقترب نظر إلى المدينة وبكى عليها قائلا إنك لو علمت أنت أيضا حتى في يومك هذا ما هو لسلامك، ولكن الآن قد أخفي عن عينيك، فإنه ستأتي أيام ويحيط بك أعدائك بمطرسة ويحدقون بك ويحصرونك من كل جهة ويهدمونك وبنيك فيك ولا يتركون فيك حجر على حجر، لأنك لم تعرفي زمان افتقادك. عارفين النص ده حصل حرفيا سنة 70 ميلاديا، لأن الله الذي يعلم المستقبل، لأن الله الذي يعلم كل شيء، ما قاله حدث حرفيا. تيتوس الروماني لما دخل أورشليم وهد الهيكل، كانت حجارة الهيكل مغشاة بالذهب، فكسر الحجارة حجر 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 زي ما الكتاب بيقول. أعلن يسوع عن نفسه أنه هو الله.
بس مش ده الدرس اللي أنا عايز أقوله، دي مقدمة للدرس اللي خلي بالك منه. اللي ادوا الجحش للمسيح أسمائهم مش مكتوبة، سواء عيلة أو شخص، محدش كتب أسمائهم. بس الرسالة اللي راحت لهم قولة أن الرب محتاج إليه. عادة لما حد يسألك على حاجة يقولك اديني العربية بتاعتك، تقول له من عناية الاثنين، كم يوم، صح؟ هتروح بيها فين؟ يعني هتروح بيها أسوان ولا تروح بيها بيت الوادي ولا تروح بيها مشوار؟ تبقى انت عندك أسئلة كتير عايز تعرف هيرجعها امتى عشان تدبر ظروفك يعني. والجحش زمان في الوقت ده خلي بالك ده حاجة مهمة قوي، ده وسيلة مواصلات أساسية، بينقلوا عليها حاجات وبينقلوا عليها ناس وبيروحوا في حتت وحاجات كتيرة قوي. فلما الرسالة راحت لهم ان الرب محتاج إليه، عملوا ايه اصحاب الجحش؟ ادوه. يقول الكتاب انه سألوا اي سؤال، في اي سؤال اتسأل، هيرجع الجحش امتى، هيعمل بالجحش ايه، طب هتستخدمه اي استخدام، طب حافظ عليه، طب اكله، طب شربه، طب ابقى رجعه في الوقت، ولا حاجة. ايه الدرس اللي ربنا عايز يعلمه لنا في دخوله الانتصاري ده؟ انا وانت لا نملك الاشياء، احنا مجرد وكلاء على الاشياء، ولما الرب يحتاج حاجة بلاش نحسبها بالورقة والقلم، بلاش نقعد نجيبها شمال ويمين. إذا الرب محتاج حاجة نعمل إيه؟ فضل يا رب دي حاجتك، أنا مجرد وكيل أمين، أنا مجرد بحفظ الحاجة وبستخدمها وبستمتع بيها لغاية لما أنت تطلبها. لأنه الرب والرسالة راحت لدول، الرب محتاج إليه، عملوا إيه؟ ادهوله بلا تردد. يا ترى انت بتقيم الاشياء في حياتك ازاي؟ يا ترى مالك بتبص له ازاي؟ الامكانيات اللي ربنا اداها لك بتبص عليها ازاي؟ درس مهم قوي نتعلمه من الناس اللي ادوا الجحش ده، او الشخص اللي ادى الجحش المجهول. الجحش ده طبعا بقى مرسيدس، ونشكر الله ان الجحش ده ما قالش الكتاب فين ولا مات فين ولا حد عارف طريقه، كان زمانه بقى مزار، صح؟ كل الناس بتروح عند الجحش تاخد اي بركه اي حاجه وتولع حاجه كده يعني. نشكر الله ان الجحش يا جماعه، احنا مرات بنستخسر في ربنا، ده ربنا مش كده؟ انا عملت المقدمه بتاعت هو الله. ربنا لما يطلب منك حاجه هو مديك كل حاجه. انت اللي عندك ده سواء قليل او كتير، جحش او حصان، ما تفرقش، هو اللي مديهولك. ولما يحتاجوا الرب تعمل ايه؟ تدهوله. فكر في الحاجات اللي ائتمنك عليها ربنا، انت وكيل مش مالك، انت وكيل وليس مالك. لما بنعيش مع ربنا بفكر الملكية بنتعب قوي لما بندي لعمل الله، بنتعب قوي، بنبقى كتير. لما بنعيش مع ربنا بفكرة الوكالة بتبقى سهل قوي تدي كل حاجة واغلى حاجة بلا تردد وبلا تحفظ. دخول المسيح الانتصاري بيقول لك عيش حياة التكريس، عيش حياة التكريس. هناك من عاش حياة التكريس، شخص بسيط لم يذكر الكتاب اسمه، كان يملك جحش، أغلى حاجة عنده، أهم حاجة عنده، بينقل عليها الحاجات وبيروح وبيجي، عمل فيها إيه؟ الرب محتاجها، تعمل إيه؟ تفضل يا رب، تفضل. بمناسبة الجحش، عارفين الجحش ده كان مهم جدا جدا جدا؟ بدون الجحش ده النبوات اللي اتكلمت على المسيح ما تتمش، تخيلوا. مش نبوة زكريا قالت ايه هيدخل على جحش ابن ايه؟ اتان. تخيلوا الراجل ما اداش الجحش للمسيح والمسيح دخل على رجليه، كانت النبوة اتحققت؟ كانوا عرفوا ان هو المسيح المنتظر، كانوا عرفوا ده ان هو الملك، كانوا عرفوا انه ده هو ربنا، كان عرف ربنا يخدم حياتهم ويلفت نظرهم ان انا اللي انتم مستنينه اللي اتكلمت عنه كل نبوات العهد القديم. فالجحش مهم جدا 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 جدا، صح؟ اصل بجد طبعا الجحش ده محوري جدا في القصه بتاعتنا، لان الجحش تمم بسببه تمت النبوات، لانه لو الراجل ما اداش الجحش النبوات ما كانتش تمت. مش عايز اطول بقى في النقطه دي، لكن
أنا وإنت أفضل من الجحش، صح؟ إذا ربنا استخدم جحش ليتمم بيه أعظم النبوات وأعظم الإعلانات الروحية والإلهية، يا ترى أنا وإنت يقدر ربنا يستخدمنا ليتمم وعوده ويحقق مقاصده الإلهية في البلد وفي المكان اللي احنا عايشين فيه، ولا ما يقدرش؟ فهمتوني؟ وصلت؟ أقولها تاني؟ ربنا استخدم الجحش، يقدر يستخدمني، صح؟ استخدم حمار بلعام في العهد القديم، استخدم الجحش دون في العهد الجديد، والنهاردة بيستخدمني وبيستخدمك ليحقق وعوده ومقاصده الإلهية. أنت عندك دعوة، أنت عندك دعوة، لا تستصغر نفسك. يمكن تكون إمكانياتك قليلة، يمكن تكون مواهبك محدودة ووزناتك بسيطة، لكن الله يقدر يستخدم الحاجات البسيطة والإمكانيات القليلة ليصنع بها أمور عظيمة جدا جدا جدا. جحش حاجة بسيطة جدا جدا جدا، لكن الرب استخدمه ليتمم نبوات عظيمة جدا في الكتاب، وليعلن أنه الملك وأنه الرب وأنه السيد. عيش حياة التكريس، عيش للرب. الحياة قصيرة جدا 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 جدا، ما تضيعش وقتك وما تضيعش عمرك. امبارح كنت بحضر جنازة، قاعد اللي بسمعه عن أخونا يوحنا اللي انتقل، كمل المشوار للآخر، عاش دعوة ربنا للآخر، جري السبق للآخر، ما ضيعش وقت، ما ضيعش وقت خالص. احنا بنضيع أوقات كتيرة قوي، الرب عنده في قلبه حاجات كبيرة قوي عايز يعملها، بس عايز الأواني دي تبقى مستعدة لكل عمل صالح. رسالة العيد، رسالة أحد الشعانين، رسالة فرح، رسالة سلام، رسالة اللي تغير مفاهيمك، رسالة اللي تعطيك معنى وهدف ووجود في الحياة. بولس الرسول بيقول الكلمة دي، لأن لي الحياة هي المسيح. ربنا عمل بيه إيه؟ لما حط ده شعاره، لما عاش الشعار مش قاله، إيه اللي حصل؟ استخدمه ربنا، مش كده؟ استخدمه قوي 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 قوي. كل واحد يقول لأن لي الحياة هي المسيح والموت هو ربح، ربنا هيعمل بيه أعمال عظيمة جدا جدا جدا. لا تستصغر نفسك، لا تستصغر إمكانياتك، ما تبصش على ظروفك، بص على الرب. وأدعوك من كل قلبي النهاردة، لو ما كنتش قبلت الرب مخلص شخصي، اقبله النهاردة. لو ما كنتش حطيت حياتك بين إيده وديعه، يمكن بتيجي الكنيسة بس في الأعياد، يمكن تفرج على البرامج الروحية في الأعياد، النهاردة دعوة لقبول المسيح الذي يفرح القلب والذي يملأ القلب بالسلام والذي يغير المفاهيم لتحيا حياة مليئة بالسلام وبالحب، وليستخدمك وليعطي لحياتك معنى ووجود في هذه الأرض. احنا ناخد وقت نصلي وهنسبح وهنفرح وهنعيد، بس عايز أقول ملحوظة. أحبائنا دول اللي هتفوا للرب، وصلنا وصلنا مبارك مبارك الآتي باسم الرب، بعد شوية قال أسلوبه أسلوبه. وفي ناس في الزفة وإحنا بنرنم مع سيمون وبنسقف وبنزغرط، وده عيد ونفرح كل حاجة، مفيش مشكلة، بس اوعى تكون بتعمل كده في الزحمة زي دول. ولما بتخرج من باب الكنيسة ولما بتكمل حياتك وبتعيش حياتك كأن الرسالة حياتك أسلوبه أسلوبه. خلي بالك، اوعى تكون ماشي في الزحمة، اوعى تكون بتزيط في الزحمة، اوعى تكون بتفرح في الزحمة، لكن النهاردة خلي فرحك فرح حقيقي معتمد على وجود يسوع في حياتك. سمحوني نغمض عينينا وناخد وقت في الصلاة. خد الوقت ده لو انت حاسس انك مش فرحان، حاسس انك مش مليان بالسلام، حاسس ان الافكار جواك غلط ومتلخبطه، وحاسس انك مهزوم ومكسور، لو حاسس ان امكانياتك قليله ومش مستخدم، النهارده رساله احد الشعانين او احد السعف بتقول لك النهارده ليك فرح وليك سلام في المسيح. استقبلهم النهارده، خدهم النهارده، هو جاي يفرح قلبك، هو جاي يملأ قلبك بالفرح،
فرحا أفرح بالرب. افرحوا في الرب كل حين، وأقول أيضا افرحوا. ما تعيش كئيب وما تعيش حزين بعيد عنه النهاردة. روح له، روح له، روح له، هو الذي يفرح. روح له، خليه يفتح عينيك لتراه. تلاميذ رأوا المسيح ففرحوا. النهاردة تقدر تشوفه بالإيمان فتفرح. النهاردة تقدر تقرب منه جدا وتلزق فيه جدا وتحط حياتك بين إيده. النهاردة يغير، يغير القلب المهموم والحزين والمكسور. النهاردة يقدر يملأ قلبك بالسلام. أجمل شعور وأحلى شعور حسيت بيه في حياتي لما نزع خطيتي، لما نلت الغفران، حسيت بسلام في ضميري وراحة في قلبي. تقدر النهاردة تاخد السلام والفرح دول. عارفك مش قادر ترتاح، شايف قلبك كله جراح. عارفك مش قادر ترتاح، شايف قلبك كله جراح. عمرك في طريق مسلم راح، على يسوع عنده الأفراح. تعالى يسوع عنده الأفراح، تعالى إليه وسلم لي عايش تعبان. طول ما ربطت فرحك وسلامك بأشياء وبأشخاص وبناس، إن جوزك يعاملك أفضل، أو مراتك ما تعملش فيك اللي بتعمله، أو عيالك ما عرفش يحصل فيهم إيه ويتجوزوا، هتفضل عايش تعبان. تفضل عبد للأشياء وعبد للناس وعبد للظروف وعبد للأخبار. لكن روح ليسوع عنده الأفراح، عنده الفرح اللي بيدوم. في وسط السجن في فرح، في وسط الألم في فرح، في وسط الظلم في فرح، في وسط الاستبداد في فرح. إن هو مصدر الفرح ومصدر العيد. عشان كده هنقول كلمات الترنيمة ديا. نفسي اللي واقفين يقعدوا، اقعدوا دقيقة، وقفكوا تاني. وعايزك تغمض عينك قبل ما نكمل الترنيمة دي. وعايزك تتكلم مع ربنا في اللحظات دي. واجه نفسك النهاردة، واجه نفسك. سر فرحك يسوع ولا اللي بيدي يسوع؟ سر سلامك الأخبار والظروف ولا يسوع؟ حطيت حياتك بين إيده؟ أنت عارف لو غمضت عينك في اللحظات دي أنت رايح فين؟ عندك سلام من جهة أبديتك ولا مش قوي؟ وأنت في البيت واجه نفسك النهاردة في محضر الله. واحنا بنقول الترنيمة دي واحنا بنصليها واحنا وانت بتسمع النداء ده بالروح القدس، تعالى إليه. لو عايز تروح له النهاردة وانت مضطرب وانت قلبك تعبان وانت مفيش سلام وانت خايف،
وانت مش مطمن على ابديتك وعايز النهارده تحط حياتك بين ايده وتسلمه الايام الجايه، تتجاوب مع نداء الترنيمه دي، تعال اليه وسلم ليه وحط حياتك بين ايديه، اقف رنمها، وقف في البيت رنمها، وقف في الكنيسه رنمها، قول له انا جاي لك احط حياتي بين ايدك يا رب النهارده. لو ما عملتش كده قبل كده اعمل كده، حط حياتك. لو تعلقت باشخاص وباشياء وباخبار مستني الفرح والسلام من الحاجات دي، والنهارده جاي النهارده تستند عليه تقول له يا رب انت مصدر فرحي وسروري وسلامي، اقف صلي الكلمات دي معانا، قول له انا جاي لك يا رب بالصدق وبالايمان. تعال الي وسلم لي وحط حياتك بين ايدي، اغفر لي خطايا الطريق واطبع كل الحاضر فيه. تعال الي وسلم لي وحط حياتك. يسوع إلى أورشليم، يقول يسوع بكى بكى لأنها لم تعلم زمان افتقدها. ويسوع بيبكي كل واحد مش واخد باله إن ده زمن وده وقته، كل واحد مش واخد باله إن ده الوقت بتاعه. مش كده نفسي اللي وقفوا، أنا عايز أصلي معاكم النهاردة، قول له رب أنا بحط حياتي بين إيدك وديعة النهاردة، سلمك وديعتي من النهاردة رب. مش عايز أتعلق بالأرضيات يا رب، الأرض دي ما بتطلعش غير شوكا وحسكا، عايز اتعلق بيك، عايز اتعلق بيك.
أنا جايب خطاياي زي ما أنا، جايب تعبي، جايب انتظاراتي، جايب ضعفاتي، جايب قيودي، جايب زلتي، جايب كسرتي قدامك، ومصدق فيك النجاة. أنا مصدق فيك النجاة، أنا مصدق فيك أنك تديني حياة جديدة الليلة يا رب. أنا مصدق من الآن فصاعد أنت تكون السيد والملك والرب والقائد والأخ والمعين. من الآن فصاعد أنت سر سلامي، أنت سر فرحي، أنت سر وجودي. من الآن فصاعد أنت تدي معنى لأيامي يا رب. أنا عايز أشكرك عشان كل واحد وواحدة يقربوا منك في اللحظات دي يعني يا رب. أشكرك لأنه من يقبل إليك لا تخرجه خارجا. أشكرك لأنك بتسمع صلاة المسكين والمنكسر القلب. أشكرك لأن عندك للموت مخارج، وأنت جاي تدي مخارج للموت الروحي النهاردة. أشكرك من أجل الحياة اللي تدب يا رب في حياة إخواتي النهاردة. أشكرك من أجل البدايات الجديدة والإعلان الروحي الجديد لحياتهم والنور الجديد. أنا بصلي يا رب إيدك عليهم النهاردة، إيدك على أذهانهم، غير أفكارهم يا رب. إيدك في قلوبهم، تشد يا رب حب العالم وحب الخطية، تشيل الحزن والمرارة من قلوبهم، تدي دهن فرح الليلة. احنا جايين نعظمك، جايين نهتف ليك. انت الملك، انت الملك، انت السيد، انت الرب. مش مستني يا ربي موقف راح يفرحني، او مستني كلام هيطمني ويساعدني، او مسنود على ناس تتغير وتجرحني، وارجع لك من تاني علشان تشفي وتشبعني. مش مستني يا ربي موقف روح يفرحني، او مستني كلام هيطمني ويساعدني، او مسنود على ناس تتغير وتجرحني، وارجع لك من تاني علشان تشفي وتشبعني. انا هفرح بيك علشان انت بتكفيني، انا هكتب ليك علشان انت بتحميني. انا هفرح بيك علشان انت بتكفيني، انا هكتب ليك علشان مش راح انزل عيني، مش راح انزل عيني من على شخصك وجمالك، واتصدق ضعفاتي وخيانتي وكسر كلامك، وياك يتجدد عهدي تغمرني بنهر سلامك، وتفيد فيا بروحك بشهادة المجد جلالك. مش راح انزل عيني من على شخصك وجمالك، واتصدق ضعفاتي وخيانتي وكسر كلامك، وياك يتجدد عهدي تغمرني بنهر سلامك، وتفيد فيا بروحك بشهادة المجد جلالك. انا هفرح بيك علشان انت بتكفيني، انا هكتب ليك علشان انت بتحميني. انا هفرح بيك علشان انت بتكفيني، انا هكتب ليك علشان انت بتحميني. عايز اقول لك حاجه، واحنا بنسبح ربنا اتقالت عن الشعب منعت الكهنة انه يقبضوا على يسوع، بيقول لان الشعب كله كان متعلق يسمع منه. عبارة جميلة صح؟ مش قوي، لان بعد شوية قالوا اسلوبه اسلوبه حلو قوي. نفرح بالرب ونسقف للرب ونهتف للرب ونتعلق بالاجتماعات دي، لكن الاجمل الاجمل انك تعيش من اجل الرب. ده اللي مش يخليك تنكر الرب، ده اللي مش يخليك تنكر الرب. الشعب كان متعلق بيه جدا، مبسوط قوي من اللي بيسمعه، مبسوط قوي من الهتاف والترانيم والكلمات الجميلة اللي بتطلع فمه. بس لو هو ده كل الموضوع أخاف عليك وأخاف عليك. اللي اداله حياته يعيش من أجله يقول له ليك يا رب العمر وليك الوقت وليك كل حاجة بتاعتك. أمين.
مش هنبقى بس متعلقين ومعجبين بالكلام، لكن هنعيش من أجل الرب. أنا عايز أسمع أمين. أمين. يلا يا سيدي. عنك ما حول عيني فدي أو جوع، أنت اللي دفعت تمن فيا دمك يسوع. عنك ما حول عيني فدي أو جوع، وأنت اللي دفعت تمن فيا دمك يسوع. واطرح جليلي عند قدمي في نهار وليلي، راح أرنم لي راح جليلي عند قدمي من هاري وليلي. حبيبي عن وصفه يعجز، حبيبي عن وصفه يعجز، أي إنسان وصفه بالمجد مكلل للسلطان. حبيبي عن وصفه يعجز، أي إنسان وصفه بالمجد مكلل وللسلطان. راح جليلي جماله بارع فالأكثر خالب للعيب. حبيبي أبيض ويحمر لي اسم عجيب، وجماله بارع فالأكثر خالب للعيب. واطرح جليلي عند قدمي بنهار وليلي، راح أرنم لي واطرح جليلي عند قدمي ولا مات واتأمل فيه، واتذكر صلبه جلداته واتعلق بيه. لما اصفر موته جلداته، واتذكر صلبه جلداته واتعلق بيه. واطرح جليلي عند قدمي بنهار وليلي، راح ارنم ليه واطرح جليلي قدمي بنهار وليلي، راح أرنم ليه. نهاردة عيد، عايزين نقول له نعيده لك، نفتخر بك. أمين. نعيده لك، نحتفل بك، لك اشتياقنا يا إله تسبيحنا. نعيده لك، نحتفل بك، أنت فرحاتنا، بالحمد نبتهج بك. لك نرفع ذبيحة الحمد، نسبحك بطباق القلب. أنت نشيدنا، بهجة قلوبنا، ونبع سرورنا. نعيد لك، نحتفل بك، لك اشتياقنا يا إله تسبيحنا. نعيد لك، نحتفل بك، أنت فرحاتنا، بالحمد نبتهج بك. أنت جالس وسط تسبيحي، فاطمر بمجدك حياتنا، حزنا بك يا إلهنا، نفهت دورك. نعيد لك، نحتفل بك، لك اشتياقنا يا إله تسبيحنا. نعيد لك، نحتفل بك، أنت فرحاتنا، بالحمد نبتهج بك. نعرف عظ قواتك، نشهد ما أحيا ما أعمالك. اشتياقنا يا إله تسبيحنا.
عيد ولا مش عيد ده؟ عايزين ندي يد للملك، للملك صاحب العيد، صاحب رب العيد، رب العيد، رب العيد. وصلنا وصلنا وصلنا. وصلنا 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 في الأعالي. الرب عايزك تفرح، صدق اللي في قلب ربنا ليك انك تعيش فرحا، تعيش فرحا، ده اللي في قلب ربنا ليك. مش كده، استقبل الفرح من ربنا النهاردة، مش مشاعر ولا انفعالات ولا اشياء ولا ارضيات، لكن الرب بنفسه عايز يفرح قلبك. خلينا نعمل هذا الاعلان، عايزين نقوله كده، انت الملك الوحيد. هو دخل ملك وهيفضل ملك وحيد واحد مفيش غيره، ملك الملوك ورب الارباب. انت الملك الوحيد، اعلن ملكا لي يزيد على حساب دم الصليب على ابليس النصر بيد. انت الملك الوحيد، اعلن ملكا لي يزيد على حساب دم بالهتمان والتمان.
يعلى لك ويزيد وتفوز حتى الأتعاب بإيمان تتحقق ملكنا رب الأرباب رب الأرباب تسبح يعلى لك ويزيد وتفوز حتى الأتعاب بإيمان تتحقق مواعيد وملكنا رب الأرباب وسط الأزمات وعدك مضمون من بين ألمات ترفع وتسود وسط الأزمات وعدك مضمون من بين ألمات ترفع وتسود تسبح يعلالك ويزيد وتسكت حتى الأتعاب بإيمان بتحقق مواعيد وملكنا ده رب الأرباب تسبح يعلالك ويزيد بملكنا ده رب الأرباب وأراضي بعيد اليوم هتعود بالوعد أكيد هنفك قيود وأراضي بعيد اليوم هتعود بالوعد أكيد هنفك قيود تسبح يا علالك ويزيد وتفوز حتى الأتعاب بإيمان تتحقق مواعيد وملكنا ده رب الأرباب يا على لك ويزيد وتفوزك حتى الأتعاب بإيمان تتحقق مواعيد وملكنا ده رب الأرباب أعلى الأصوات في القدس عبرين ولا يوم تحقق وإياك قلبين أعلى الأصوات في القدس عبرين ولا يوم تحقق وإياك قلبين تسبح يا على لك ويزيد حتى الأتعاب بإيمان تتحقق مواعيد وملكنا ده رب الأرباب تسبح يا علالك ويزيد وتفوز حتى الأتعاب بإيمان تتحقق مواعيد وملكنا ده رب الأرباب ملكنا رب الأرباب ملكنا ملك الملوك ملكنا رب الأرباب. عايز أقول لك حاجة واحنا بنختم الوقت ده. جاء يسوع ليفرح الحزين وليملأ كل مضطرب ومهموم بالسلام، يتكلم بالسلام إلى شعبه. كلام ده ليك انت وليك انت، وجاي لشعبنا ولأمتنا يتكلم بالسلام ليها. عندنا إيمان، عندنا إيمان أن ملك الملوك سيعلن في بلدنا وفي أمتنا كما أتى إلى أورشليم سيأتي إلينا، سيأتي إلينا. جاء راكبا على جحش ابن أتان ليتكلم بالسلام، لكنه سيأتي ثانية على حصان أبيض، فرس أبيض كديان. هتقابله، هتقابله مش كده؟ لو بتسمعني في التلفزيون أو في الكنيسة، أفضل ليك تقابله وهو ركب على الجحش ابن أتان ليتكلم بالسلام إلى قلبك، بدلا أن تقابله كديان راكبا على حصان أو فرس أبيض. أشكرك من كل قلبي يا رب، أشكرك من كل قلبي عشان في قلبك ناحية ولادك وبناتك يا رب. أنت جايب رسالة فرح، وإحنا بنصلي الأيام دي يعني يا رب أفراح 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 يا رب. أفراح لكل حزين يا رب، لكل حزينة، لكل متألم. فرح نبع وجودك، نبع حضورك، نبع رؤيتك. لو بصلي الأسبوع ده يا رب الناس تعبانة فيه وبتأن فيه، اسمه أسبوع الألام وسموه الجمعة الحزينة، لكن ده أعظم أسبوع، أسبوع التغيير والنصرة والهتاف، أسبوع الفرح، أسبوع مليان بالأمجاد والنصرة. ادي شعبك يفرح الأسبوع دول يا رب، ادي شعبك يفرح بيك وبما صنعته على الصليب ويفتخر بيك ويعلنك ملك وسيد. أنا بصلي عشان شعبنا يا رب الأيام دي، حزين جدا يا رب ومنقسم ومضطرب. أنت الوحيد اللي تتكلم بالسلام للشعب دول يا رب. تكلم بالسلام يا رب إلى مصر، تكلم بالسلام إلى مصر. أشكرك 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 لأن بلدنا يا رب سترى النور.
احنا بنعظمك بنعطيك كل المجد في وسطنا. امين. اتفضلوا استريحوا. خلونا نعبد الله بجمع عطايانا. واتوزع علينا ظرف خاص بالجهات الكرازية اللي الكنيسة بتساعدها وبتدعمها. لو تحب تشترك وتساعد الجهات الكرازية دي حط ده غير العطا. ها ده حاجة ده حاجة. العطا العشور والتقدمات تتحط في الظرف لو عايز تساعد الجهة الكرازية دي. من فضلك حطها في سبت العطا. عندي اعلان عن كم واحد هنا عمره اقل من 40 سنة برفع الايدي كده عشان ايه اقل من 40. عددكم كبير على فكرة. طيب في مؤتمر هيكون من يوم 12 ل 14 مايو اسمه ريستوريشن. المؤتمر ده عاملاه الكنيسة لكل اجتماعاتها للسن ده في كل اللي بيحضروا الحد والجمعة والاثنين من سن 20 لسن 40 سنة. شجعك من كل قلبي. المؤتمر ده بيبقى مؤتمر مميز جدا. حضور ربنا فيه واضح. هنتعلم حاجات مع بعض وهيبقى فيه محاضرين متميزين جدا. مش واقفية زي محاضرات عشان احنا نطور من انفسنا, لكن كمان في بعض العظات الروحية وفي وقت لعب ووقت هنتعرف فيه على بعض. فاشجعك من كل قلبي تكون بتحضر المؤتمر دون في طريق خروجنا الحجز على ترابيزة الاستعلامات. الاحتفالات بتاعت العيد بكرة اجتماع الصلاة موجود بكرة من 7 لـ 9. وجماعة نفسي اشجعكم نيجي اجتماع الصلاة. الوقت ده لازم نصرخ فيه للرب. الوقت ده بلدنا بتعدي بوقت صعب جدا جدا, ازمات من كل ناحية. محتاجين تاني نرفع العلم ونصلي ونقول له بارك بلاد يا رب, نقول له غير وجه مصر يا رب, تعالى بشفاء للبلد دي مرة تانية. مش سمع امين وسمعكوا كده في ايه؟ فاكرين ما كنا بنملى لغاية الشارع؟ لازم تاني, لازم تاني عشان نصلي. نيجي نصلي عشان ربنا يشفي اراضينا. امين. تابعين الاخبار والاحداث والحاجات, فمحتاجين نصلي. ما نخافش ننزل, هنيجي بكرة. أي هنيجي بكرة كلنا وكل الخدام الأسس جايين نصلي عشان نرفع بلدنا قدام الرب. فشجعك من كل قلبي إنك تيجي. 3 والـ 4 مفيش اجتماعات في الكنيسة, لكن أنا عايزك تعمل اجتماع في بيتك. 3 والـ 4 اعمل اجتماع في البيت مع مراتك مع جوزك مع إخواتك مع كل اللي حواليك. عايزين ناخد الأيام دي أيام وقت صلاة وقت انتظار الرب, وقت إن احنا فيه كده نرجع مرة تاني نجدد عهدنا للرب ونعيش حياة التكريس بالكامل. يوم الخميس هنلتف معا حوالين مائدة الرب وكل الكنيسة بكل اجتماعاتها. يوم الخميس أشجعك تيجي بدري من الساعة 7 للساعة 9 ويكون عندنا مائدة. فمن فضلك تعالى بدري, هيكون الاجتماع من الساعة 7 للساعة 9. يوم الجمعة, الجمعة العظيمة الجمعة المفرحة أعظم إعلان عن الحب لتاريخ البشرية كله كان اليوم دون. هيكون الخدمة بتاعتنا من 12 لـ 3. شجعك برضو تكون موجود انت وكل الأسرة وتيجي بدري عشان تلاقي مكان في الكنيسة. يوم الحد احتفال العيد ده مش احتفال الطايفة, ده احتفال الكنيسة بتاعتنا. احنا هنحتفل مع بعض يوم الحد الساعة 11 في احتفال العيد 1 مايو. يوم الحد بالليل ما عندناش اجتماع, يبقى الحد الجاي ما فيش ايه بالليل عشان تبقوا واكلين, مش تقدروا تسبحوا مش تقدروا ترنموا وهتناموا في الوعظة, يعني ما بتبقوش واكلينه يعني في منكم بينام. فأجازة الحد بالليل والاثنين, حد بالليل والاثنين مفيش. بكرة في اجتماع ايه ده بكرة مهم جدا, نيجي نصلي مع بعض. امين. طيب في اعلانات ايه تاني؟ مؤتمر مجموعات مساء الاحد, المؤتمر بتاع الكنيسة بتاع اجتماعنا هيكون يوم 16 ل 18 يونيو في بيت الوادي, والاستمارات موجودة برة على الترابيزة, والحجز مع أخونا ميلاد فؤاد أو عصام لطفي. احجز من دلوقتي من فضلك عشان الأماكن, ونفتي أكبر عدد يكون موجود في المجموعات. هناخد المجموعات الأول, لما المجموعات تقفل مفتوح لأي حد من حضراتكم يحب يجي. شجعكم من كل قلبي نكون موجودين مع بعض في المؤتمر دون. خدمة الطفل بتعلن عن بدء حجز السمر سكول التابعة للخدمة للسن من 5 لـ 11 سنة, والأماكن محدودة. لو تحب برضو يوم الجمعة من 12 لـ 2 مكتب مدارس الأحد. مستشفى أمون من فضلكم في دكاترة متميزين جدا في المستشفى, فمن فضلك احجز واستغل المستشفى بتاعة الكنيسة زي ما انت عايز. وفي دكتورة سوزان فخري موجودة الأيام دي, ودكتور سامر يوسف. التعهدات بقت عن طريق الانترنت, تقدر تدفع اونلاين بالفيزا او الكريدت كارد. بنك الطعام عايز اشجعك, احنا الايام دي يعني عندنا احتياجات رهيبه لبنك الطعام, بنوزع على عائلات كتيره بمناسبه العيد وبنجيب لهم حاجات زياده لحوم وفراخ عشان العيد, وعندنا احتياجات. فمن فضلك
لو تحب تشارك في خدمة بنك الطعام وتساعد عيلة من فضلك في طريق خروجك ادفع تبرع وقول أنا عايز التبرع ده لبنك الطعام عشان أطعم عيلة في العيد وتاكل عيلة تاكل أكل كويس يوم العيد. عندنا احتياجات ففي طريق خروجك من فضلك اعمل كده. وأشجعك لأن ناس كتيرة منتظرة زيارة الكنيسة بتستناها من العيد للعيد، فده وقت إن احنا فيه نشارك اللي ربنا باركنا بيه مع آخرين أيضا. طيب خلصنا مش كده؟ ممكن عيد، عايزين نعيد ونفرح بالرب. علي صوتك بالتسبيح وانشد للمسيح، هو الاسم الغالي العالي لكل المديح. علي صوتك بالتسبيح وانشد للمسيح، هو الاسم الغالي العالي لكل المديح. هو شفيع الناس وبدم الخلاص، هو شفيع الناس وبدم الخلاص. ومرنم واديله المجد فرحه لينا ميراث. ارفع ايدك عالية لفوق كرامة للقدوس، تعال حساب دم صليب وضعفك ما بتدوس. ارفع ايدك عالية لفوق كرامة للقدوس، تعال حساب دم صليب وضعفك ما بتدوس. يرشد ويعزينا روح الساكن فينا، يرشد ويعزينا ونهدف ودينه المجد ده هو الفخر لينا. علي صوتك بالتسبيح وانشد للمسيح، هو الاسم الغالي العالي لكل المديح. علي صوتك بالتسبيح وانشد للمسيح، هو الاسم الغالي العالي لكل المديح. هو شفيع الناس وبدمه الخلاص، هو شفيع الناس وبدمه الخلاص. ومرنم واديله المجد لفرح سقف يا ربي، سقف يلا الرب بايدك وارفع احلى نشيد. خلي حضوره مجده فينا يوم ورا يوم بيزيد. سقف يلا الرب بايدك وارفع احلى نشيد. ايدك معايا وخلينا نصلي من اجل اخواتنا المتالمين المرضى اللي عندهم احتياجات مختلفه. خلينا نرفعهم امام عرش النعم نقول له معونه من عندك يا رب الايام دي، معونه يا سيدنا الرب. نعمه خاصه لكل واحد وواحده فيهم يا رب، في المهم في شدتهم في احتياجهم في اوجعهم في انكسارهم انت المعين يا رب، انت المعين يا رب. نصلي لكل متالم لكل مريض في الجسد يا رب، اصنع اصنع ايه ومعجزه يا رب. احنا مصدقين انك انت ما زلت تشفي، انت امس واليوم والى الابد يا رب، انت لا تتغير. وجايين يا رب النهارده نقول لك يا ابن داود ارحمهم، يا ابن داود ارحمهم النهارده، تحنن عليهم واديهم نعمه مضاعفه الايام دي، النعمه اليوم جديد يا رب، نعمه يستحملوا بيها الايام الجايه. بنشكرك بنشكرك لانك اله صالح، وقلبك يا رب قلبك مليان بالحب وبالخير لكل واحد فيهم. فرح قلوبهم يا رب، فرح قلوبهم وملأ قلوبهم بالسلام يا رب. صلي من كل من هم في ضيقة يا رب الأيام دي يا رب، ضيقة مادية ضيقة نفسية. اشكرك 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 لأنه لا يعصر عليك أمر، اشكرك لأن الأبواب المغلقة أمامك تفتح، أنت تفتح الأبواب يا رب ولا أحد يستطيع أن يغلقها. افتح الأبواب لأولادك وبناتك يا رب، أبواب العمل أبواب الارتباط. اشكرك عشان الايام اللي جايه ايام للبركه، ايام للامتداد، ايام للاتساع، ايام لاختبار حضورك يا رب.
ايدك بالبركه على كل واحد وواحده فينا، ودينا الاسبوع ده يا رب والايام الجايه حياه تكريس يا رب، حياه تكريس، حياه تبعيه بالكامل يا رب، نعيش ليك ولمجدك يا رب كل الايام. اسمعنا يا ابانا، احنا ندعوك بالشكر قائلين: يا ابانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، لياتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض، خبزنا كفافنا اعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا للمذنبين الينا، ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لان لك الملك والقوه والمجد الى الابد امين. واله السلام يعطيكم السلام من كل جهه، نعمه ربنا مخلصنا يسوع المسيح، محبه الله الاب، شركه الروح القدس تكون معكم وتدوم فيكم من الان والى الابد امين.